تعتزم الحكومة توجيه نحو 6% من الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي المقبل 2021-2022 إلى قطاع الاتصالات. وقال أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط إن قطاع الصناعات التحويلية مع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يقدمان فرص عمل لائقة، كما أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أكثر القطاعات نموا في السنوات الثلاث الماضية وحقق نموا يبلغ 15% رغم أزمة كورونا. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي. أهلا بحضرتك. وفي البداية، يعني توجيه 6% من الاستثمارات الحكومية لقطاع الاتصالات، كيف يعزز ذلك من دور القطاع في الناتج المحلي القومي؟ اهلا وسهلا استاذ شادي والمشاهدين الكرام. اولا احنا ملاحظين ان فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم جدا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لانه ثبت انه خلال جائحه كورونا في العالم كله ان قطاع تكنولوجيا المعلومات هو قاطره التنميه في جميع الدول، ودي كانت نظره ثاقبه من القياده السياسيه. زي ما حضرتك بتقول، لما انا اوجه 6% من الاستثمارات في هذا القطاع، لانه هذا القطاع هو القاطره في الفتره اللي جايه في بناء مصر الرقميه، لان احنا عندنا مبادره فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحول الرقمي للخدمات الحكوميه، محتاجين فيها مجهود كبير جدا ان يكون عندنا انترنت فائق السرعه، عندنا انترنت عريض النطاق يغطي مساحة مصر كلها، عشان نقدر نقدم جميع الخدمات الحكومية للمواطن المصري بطريقة رقمية. إذن هذا القطاع منوط بأعمال كثيرة جدا. أولا، هذا القطاع حاليا بيساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة حوالي 4.4%، منتظر خلال الثلاث سنوات القادمة أن يساهم بحوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي، ودي نسبة كبيرة جدا. الناتج المحلي الإجمالي لمصر وصل ما يقرب حوالي 6 تريليون جنيه. هذا القطاع يعمل به حوالي 300,000 مهندس وفني وعامل، وحاليا يقوم بتدريب أكثر من 115,000 متدرب سنويا على تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة، بما فيها الذكاء الاصطناعي وصناعة المعلومات وتحليل البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء اللي هي هتكون الركيزة الرئيسية لبناء المدن الذكية الجديدة، وعلوم الروبوت وجميع العلوم التكنولوجية الحديثة. عشان كده احنا في نقلة نوعية كبيرة جدا في مصر من خلال انشاء العاصمة الإدارية الجديدة، لانها هي اكبر مدينة ذكية في الشرق الاوسط، وبالمناسبة هي تم اختيارها هي العاصمة الرقمية العربية لعام 2021 لما تتمتع به من مميزات تكنولوجية فائقة السرعة، وكمان هيبقى فيها جامعة مصر الرقمية ومدينة المعرفة، ودي صرف عليها مليارات. احنا عندنا هذا القطاع بيحظى باهتمام الدولة والحكومة، ليه؟ لانه هو المسؤول عن ربط جميع القواعد البيانات اللي في جميع الجهات الحكومية عشان تبقى الحكومة حكومة تشاركية. معناها ان المواطن المصري في الفترة اللي جاية هيحس بقيمة خدمات التحول الرقمي، لانه هياخد الخدمه من خلال تطبيق الموبايل او من خلال اي مراكز تكنولوجيه او مراكز البريد المميكنه في الفتره الحاليه، وهذا هيقضي على الفساد وهيعمق مبدا المساواه والشفافيه، وفي نفس الوقت هيرفع من مؤشرات مصر في التنافسيه العالميه. إذن كلها مميزات في هذا القطاع، وهذا القطاع واعد لانه بيدرب النهارده الشاب المصري على انه يحتل وظيفه عالميه، مش مجرد انه بينافس على وظيفه حكوميه داخل مصر. طيب، وفي هذا الاطار، يعني توجيه استثمارات ضخمه في قطاع الاتصالات، ازاي هيستفيد منه الاقتصاد فيما يتعلق بتوفير فرص عمل جديده يا دكتور؟ طبعا احنا لما بنيجي نقول النهارده هذا القطاع لما محتاج استثمارات كثيره، ليه؟ النهارده سرعه الانترنت في مصر تقريبا حوالي 33 ميجا بت بير سكند، منتظر نرفعها خلال نهاية هذا العام إلى 40 ميجا بت بير سكند. هل هذا يكفي؟ التطورات التكنولوجية والتعليم الإلكتروني التفاعلي لا يكفي. إذا أنت محتاج ضخ استثمارات
كتيرة جدا علشان قطاع تكنولوجيا المعلومات لربط جميع المباني الحكومية بشبكة ضخمة من الألياف الضوئية السريعة. كمان لازم انت توفر شبكة انترنت فائق السرعة وخاصة للمحافظات والمحافظات الحدودية. أيوة. لما مصر من خلال سنتين أطلقت القمر الصناعي طيبة واحد للاتصالات والانترنت ليه؟ عشان يغطي المناطق الحدودية وخاصة سيناء والجنوب وغرب مصر وكمان وادي النيل بشبكة هوائية للانترنت تساعد وتكون شبكة بديلة لشبكة الانترنت الأرضية. هذا كله محتاج استثمارات ضخمة جدا وفي نفس الوقت بيخلق فرص عمل كتيرة جدا. يعني السنة اللي فاتت دي الحكومة وقطاع تكنولوجيا المعلومات بشكل عام ساهم في إنشاء يعني عدة آلاف من الشركات اللي بتخلق فرص عمل أو شركات صغيرة ومتوسطة وريادة الأعمال في إنشاء المنصات الرقمية، في إنشاء بوابات الدفع الإلكتروني، في إنشاء منظومة من التكنولوجيات المالية الفنتك، لأن إحنا النهاردة محتاجين نساهم ونساعد الشركات المصرية، لأن إحنا كمان داخلين في تصدير منتجات تكنولوجيا المعلومات بعدة مليارات من الدولارات. أي. وإحنا عندنا فرصة كبيرة جدا في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، لأن مصر هي المعبر الرئيسي لجميع الكابلات البحرية الناقلة للاتصالات والإنترنت القادمة من اليابان والصين والهند عبر البحر الأحمر ثم قناة السويس، وبتمر على أوروبا ومن خلالها تمر على الغرب كله. إذن إحنا لازم ننشئ قطاعات اقتصادية ضخمة وتكنولوجية وصناعات مرتبطة بخدمة البيانات بشكل عام وتحليلها في المنطقة الاقتصادية، وده كله هيوفر فرص عمل، مش فرص عمل فقط بالكم لكن كمان فرص عمل مهنية وتقنية عالية جدا بتبقى مرتباتها عالية جدا ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ضخمة جدا مقارنة بالعالم. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.